لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب تحفة المولود بأحكام المولود للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: قال الباب السابع في حلق رأسه والتصدق بوزن شعره. قال الباب السابع في حلق رأسه والتصدق بوزن شعره، يعني ما جاء في مسألة حلق المولود والتصدق كذلك بوزن شعر المولود. فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحتفل بالمولود، ومن بين ما نحتفل به هو حلق رأسه والتصدق بوزن شعره، على تفصيل يأتي بما يتعلق بذلك من مسائل فقهية أيضا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال أبو عمر ابن عبد البر: أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث العقيقة: ويحلق رأسه ويسمى. تقدم طبعا هذا الحديث في باب العقيقة. قال: ويحلق رأسه ويسمى، أي المولود في يوم سابعه يستحب حلق رأسه ويستحب أن يسمى في هذا اليوم. وسيأتي كذلك إن شاء الله معنا بعد ذلك الكلام عن مسألة التسمية وما تعلق بها. قال: وقال الخلال في الجامع: ذكر حلق رأس الصبي والصدقة بوزن شعره، يعني بوب هذا التبويب. قال: باب ذكر حلق رأس الصبي والصدقة بوزن شعره، أي ما جاء في ذلك، يعني علماء أهل السنة والفقهاء يبوبون أبوابا بهذه المسألة، حلق رأس الصبي يعني والصدقة بوزن شعره، أي ما يعادل وزن شعر الصبي. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثني أباه قال: يستحب أن يحلق يوم سابعه، يعني الإمام أحمد رحمه الله قال يستحب أن يحلق يعني المولود يوم سابعه. قال: وروى الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحلق رأسه. قال: وروى سلمان ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميط عنه الأذى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه في يوم سابعه يحلق رأسه، وقال: أميط عنه الأذى. هذا يعني على تفسير بعض أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم أميط عنه الأذى يقصد به ماذا؟ حلق رأس الصبي. قال: وسئل الحسن عن قوله صلى الله عليه وسلم أميط عنه الأذى، قال: يحلق رأسه، يحلق رأسه. قال: وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يقول: يحلق رأس الصبي، يحلق رأس الصبي. هذه الأخبار كلها يعني أوردها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في صدر الباب للتدليل على سنية هذا الأمر، وهو أنه يستحب مع ولادة الصبي أو بعد ولادة الصبي وفي يوم سابعه على الخصوص يستحب أن يحلق رأس الصبي ويتصدق بما يعادل شعره، يعني من يعني المال، الفضة، الذهب، يعني حسب ما يتيسر. وقال الفضل ابن زياد: قلت لأبي عبد الله يحلق، يعني للإمام أحمد، سأله: يحلق رأس الصبي؟ قال: نعم، يعني المولود. قال: نعم. قال: قلت فيدمى، يعني بيسأله، يعني الفضل بن زياد بيسأل الإمام أحمد
فيدمى، يعني نأخذ من دم العقيقة ونلطخ به رأسه؟ قال لا، هذا من فعل الجاهلية. قال لا، هذا من فعل الجاهلية. وكانوا في الجاهلية عندهم عادة، وهي أنهم كانوا إذا كان يوم سابع المولود كانت العقيقة موجودة، كما سبق وتكلمنا في ذلك، كانت العقيقة موجودة في الجاهلية، فكانوا يأخذون من دم العقيقة ويلطخون رأس الصبي. يعني كما هو للأسف لا يزال عادة بعض الناس، يأخذون من دم الأضحية ودم يعني الذبائح ويلطخون البيوت ونحو ذلك. قال لا، هذا من فعل الجاهلية، وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك. وقد روت يعني هو الإمام أحمد الإمام ابن القيم بيشير إلى حديث عائشة رضي الله عنه، وهو الذي فيه أنها قالت كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، ياخدوا الدم بتاع العقيقة في قطنة ويخضبوا بها رأس الصبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا مكان الدم خلوقا، الخلوق يعني الطيب، يعني اجعلوا مكان الدم خلوقا أو خلوقا، فيجعل مكان الدم عطر أو طيب، وعليه فيستحب حلق رأس الصبي، ثم بعد حلق رأسه نطيب رأسه بطيب. الأشياء المستحدثة هذه كلها من باب تطيبه، من باب تطيبه. قال وقال صالح بن أحمد قال أبي ويقال إن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما ورقا فضة. قال وقال حنبل سمعت أبا عبد الله قال لا بأس أن يتصدق بوزن شعر الصبي أو يتصدق بوزن شعر الصبي. قال وقد روى مالك في موطئه، انتبهوا بقى لهذا الخبر الذي سيثير مسألة عندنا جديدة الآن، قال عن جعفر بن محمد عن أبيه، يعني عن أبي علي بن أبي طالب، قال وزنت فاطمة شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة، فتصدقت بزنة ذلك فضة. هذا الحديث ابتداء حديث ضعيف، حديث ضعيف، ومن بين يعني أسباب ضعفه يعني أن محمد ابن علي لم يدرك يعني فاطمة رضي الله عنها. محمد ابن علي هذا لم يكن أصلا موجودا في زمن فاطمة، علي تزوج بعد موت فاطمة، ولذلك هذا الخبر خبر ضعيف من أكثر من وجه، من جهة السند ومن جهة المتن، ومن جهة المتن. أما المتن فيعني مسألة أنها رضي الله عنها وزنت وتصدقت بزنة شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم، فلم يثبت خبر صحيح في ذلك، لم يثبت. أخذنا إلى المسألة التي أشرنا يعني إلى الانتباه لها، وهي مسألة حكم حلق رأس الأنثى، حكم حلق رأس الأنثى، هل يحلق رأس الأنثى يوم سابعها كما يحلق رأس الصبي كذلك؟ فهذه مسألة مثارة بين العلماء قديما وحديثا، فهذه المسألة اختلف فيها العلماء. ذهب طائفة من العلماء وهم الشافعية والمالكية إلى أنه يحلق يعني رأس الأنثى كذلك كما يحلق رأس الصبي كذلك، يعني البنت كمان يتحلق شعرها، يعني المالكية والشافعية يرون ذلك، واستدلوا بعموم الخبر، بعموم الخبر. وذهب الحنابلة ويعني طائفة إلى عدم جواز حلق رأس الأنثى المولودة، يعني أنه لا يحلق رأس المولود. الأولون كما ذكرنا احتجوا بعموم الخبر وهو حلق رأس المولود يوم سابعه، وبعضهم قال أنه
هذه فائدة للذكر وللأنثى، إن الذكر والأنثى كلاهما يستفيد من حلق الرأس، فائدة طبية يعني. وأما الفريق الآخر احتجوا بأن الأصل النهي عن حلق رأس الأنثى، إنه ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تحلق أو أن يحلق رأس الأنثى، فعمموا ذلك وعمموا ذلك وقالوا أن الخبر يغلب في حق لمعارضة الأصل الذي هو النهي عن حلق رأس الأنثى. وأما يعني جوابهم على يعني الذين قالوا إنه الحلاقة هذه فيها فائدة صحية، فكذلك تأخذ الفائدة الصحية، فردوا عليهم يعني الفريق الآخر قالوا لا، ليس هذا هو المقصود. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ويماط عنه الأذى، فعلى تفسير بعض أهل العلم وهم يذهبون إلى ذلك الفريق الثاني، إنه مش مقصود بحلق الرأس، إنما المقصود به شيء آخر، لأنه هناك خلاف بين العلماء على قوله صلى الله عليه وسلم ويماط عنه الأذى. ففريق ذهب إلى أنه يماط عنه الأذى يعني الحلق، اللي منهم الشافعية طبعا والمالكية، وفريق آخر ذهب إلى أن المقصود بيماط عنه الأذى إزالة ما عليه من القذر. المولود لما بيولد ساعة ما بينزل من بطن أمه، فعندما ينزل من بطن أمه فيكون في رأسه خصوصا يعني قذر، أثر الدم ونحو ذلك والولادة ونحو ذلك. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ويماط عنه الأذى، قالوا هذا هو المقصود. والحقيقة أنه يؤيد قول الفريق الثاني الرواية الأخرى التي رواها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه، ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه. يبقى هنا العطف ده يدل على المغيرة، يبقى إماطة الأذى شيء وحلق الرأس شيء آخر. وعلى ذلك فالراجح والله أعلم هو أنه لا يحلق رأس الأنثى، لا يحلق رأس الأنثى، ولا سيما وأن الشعر زينة الأنثى، الشعر زينة الإناث، ولذلك لا يحرق شعر الأنثى. طيب أما الحديث يتصدق بتقدير وزن شعرها، يتصدق بتقدير وزن شعرها، وغالبا ما شاء الله يعني اللي بينجب أنثى بيتصدق أكثر، لأن غالبا الإناث لهم شعر أكثر من الذكور، فغالبا هيبقى الصدقة بإذن الله أكثر في حق الإناث. بل أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه له فتوى في أنه سئل من يعني والد قال إني أخاف مسألة الحلق على رأس المولود، ولا سيما أنه ليس عندنا في محلتنا يعني الحلاق الحاذق الماهر، وأنا خايف أعطيه للحلاق الموجود يقوم يجرحه أو يؤذيه. فأفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا غالب على الظن أو لم يوجد الحلاق الحاذق جاز للوالد أنه لا يحلق رأس الصبي ويتصدق بتقدير الشعر، بتقدير الشعر. أي نعم. نرجع إلى الكلام ابن القيم رحمه الله، قال وفي الموطأ أيضا عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة، لكنه ضعيف. لكن ورد عن في حديث سنده حسن الشيخ الألباني عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن قال احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين، وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. ودي إشارة أخرى إنه فيما يتصدق به يعني فيما يتصدق أو ما وجه الإنفاق لصدقة وزن الشعر يعني نعطيها لمن، فعلى هذا الحديث يقدم المساكين والفقراء، لأنه ممكن التصدق يشمل وجوه كثيرة جدا من الصدق،
لكن هنا لهذه الرواية التي هي رواية حسنة، يبقى إذا يصرف هذا المال اللي هو وزن الشعر في يعني قال. قال وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جري قال سمعت محمد بن علي يقول كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولد لها ولد إلا أمرت بحلق رأسه وتصدقت بوزن شعره ورقا. طيب هنا نأتي على مسألة أخرى ابن القيم تعرض لها، نجعل لها عنوان إحنا جانبي كده، بما يبدأ بالحلق أم بالعقيقة يعني الذبح؟ بما يبدأ يعني يوم السابع يستحب العقيقة ويستحب حلق رأس المولود، طب نحلق له الأول وبعدين نعمل العقيقة، ولا العقيقة الأول وبعدين يحلق رأس المولود؟ قال وقال أبو عمر وقال عطاء يبدأ بالحلق قبل الذبح، يبدأ بالحلق قبل الذبح، يعني يحلق رأسه الأول وبعدين نروح نذبح العقيقة، وبعد ما نذبح العقيقة نجيب من الدم، استغفر الله، بعد ما نذبح العقيقة نحتفل بالمولود. احنا قلنا انه يخضب بالطيب على خلاف الجاهلية، كانوا بعد ما يذبحوا العقيقة يجيبوا الدم ويلطخوا به رأس المولود. قال قلت يعني ده ابن القيم بيقول وكأنه والله أعلم قصد بذلك تمييزه عن مناسك الحج وأن لا يشبه به، فإن السنة في حقه يعني المحرم أن يقدم النحر على الحلق، المحرم السنة في حقه أن يقدم الذبح على الحلق، لكن المولود إحنا نحلق له الأول وبعدين نعمل الذبيحة الأول، وده مناسب فعلا نحن فرحانين به نحلق له وبعد الحلاقة ونحو ذلك نعمل له إيه؟ نعمل له بقى الذبيحة. نعم. قال ولا أحفظ عن غير عطاء في ذلك شيئا، وقد ذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي ابن الحسين عن علي قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، قال فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم، وإن كان سند ضعيف لكن الأحاديث الصحيحة تقدمت. قال وقد ذكر البيهقي من حديث ابن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع أن حسنا حين ولدته أمه أرادت أن تعق عنه بكبش عظيم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعقي عنه بشيء ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله عز وجل أو على ابن السبيل. هي وجوه أخرى لكن الحديث ده يعني ضعفه العلماء، لكن الأول يعني حسنه العلماء. قال ولدت الحسينة من العام المقبل فصنعت مثل ذلك. قال البيهقي إن صح فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه كما روينا. مسألة جديدة وهي هل يعني يعق عن المولود غير أبيه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. ثم قال ابن القيم فصل، قال ويتعلق بالحلق مسألة القزع وهو حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه. ابن القيم هيتكلم عن مسألة القزع، ده القزع ده في زمانهم هم يعني هم لو شاف ابن قال وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. وانتبهوا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع في حق مين؟ والكلام مصروف كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ في حق الأطفال الصبيان الصغار. القزع ده ما كان حد يعمله طبعا من الناس الكبار ولا الرجال ولا الشيوخ ولا الشبان ولا كده، زي ما احنا شايفين في زمن تجد رجال يمشي في الطريق، رجل يمشي في الطريق وعامل قزع يعني أبيض ويعمل قزع، نسأل الله العافية. قال والقزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويدعوا بعضهم.
قال قال شيخنا، وهذا من كمال محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعدل، يعني إيه حكمة النهي عن القزع؟ قال فإنه ده من حكمة الله ورسوله للعدل. قال فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه. الإسلام دين عظيم جدا، حتى يعني مسألة الشعر وهيجي نظائر هيذكرها. قال فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، ده من الظلم. قال لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. المسلم صاحب هيئة كاملة، إنما يحلق حتة ويسيب حتة، لا دي هيئة مخلة وفيها ظلم للجزء الآخر من الرأس. البعض قد يقول لا ولا ظلم ولا حاجة، ولو انتفت الحكمة دي ومش عارف إيه ونحو ذلك. نقول له ابتداء إحنا نمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القزع، نهى عن القزع. قال ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل. بيقول نظيره في أن الإسلام دين عدل، فنهى حتى عن الإنسان المسلم والإيش والشمس. وإحنا الأسبوع اللي فات تكلمنا في درس عالم الجن والشياطين عن هذه المسألة، لكن في عبارة واحدة أن هذا على الكراهة، أن الإنسان يقعد في جزء منه في الشمس وجزء في الظل، إلا أن يكون هذا للتداوي. نعم. قال فإنه ظلم لبعض بدنه. قال ونظيره أنه نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، ما يمشيش بفردة جزمة واحدة أو شبشب واحدة. قال بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما، يعني يمشي حافي يمشي بالاثنين النعلين، لكن يمشي واحدة واحدة لا، لأن المسلم صاحب هيئة كاملة، هيئة تم، هيئة جميلة، صاحب مروءة. نعم. قال والقزع أربعة أنواع. ابن القيم بيختم الباب بأنه يقول لنا أنواع القزع، واسمعوا وشوفوا بقى حلنا وصل فين في مسألة القزع اللي كان معني به في الكلام كله الصبيان الصغار، الأولاد الصغيرين. قال أحدها، هذه السورة الأولى، يعني أن يحلق من رأسه مواضع منها هنا وها هنا، مأخوذ من تقزع السحاب أو تقزع السحاب وهو تقطعه. يعني بيقول ابن القيم السورة الأولى أن يأخذ حبة من هنا حبة من هنا وحبة من هنا وحبة من هنا وحبة كذا، ويسيب حبة وحبة وهكذا، شعره يعني راسه تبقى عامة زي الحفر كده. بعض الناس ممكن يقول دلوقتي دي صورة كانت موجودة بس حد يعمل كده؟ لا والله، ده شوفوا بتوع الكورة بيعملوا ايه، ده بتوع الكورة منظرهم حاجة غريبة الشكل والعياذ بالله، نسأل الله العافية. قال الثاني أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى. شوف الصورة دي، ده كانت في زمن ابن القيم. شمامسة النصارى يعملوا ايه؟ يخففوا الشعر من هنا ويطول الشعر من هنا كده، ينزل كده، هذا قزع ايضا او قزع. الثالث ان يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعل كثير من الاوباش والسفل، ده كلام ابن القيم، كما يفعل كثير من الاوباش والسفل والعياذ بالله المنحطين، هم اللي كانوا بيعملوا كده في الوقت ده، اللي هو القزع اللي موجود دلوقتي عندنا، اللي هو الصورة دي، اللي يحلق الجوانب ويترك إيش الوسط. الرابع أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره، يشيل النصية دي يعني جزها كده من القزع، والله أعلم. هذا كلام ابن القيم. أختم وأقول كان هذا النهي في حق الصبيان، فصار الآن للأسف في حق الكبار والشبان ويعني الشيوخ ربما، نسأل الله العفو والعافية. باب أنه يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه والتصدق بوزن شعره، ويقدم المساكين والفقراء في أمر هذه الصدقة، والله أعلم. نقف على باب في ذكر تسمية ووقتها، وده باب لطيف وظريف جدا وطويل معانا، وخصوصا في هذا الزمان الذي صرنا نسمع ونرى فيه الأسماء العجيبة التي يأخذونها من الإنترنت ويدخلوا يجيبوا الأسامي وهم مش عارفين حاجة، وبعدين تسألوا تقول له إيه الاسم ده، يقول لك موجود في القرآن. يعني أحد الإخوة بقول له اسم البنت دي ما شاء الله الجميلة اسمها، قال لي اسمها جودي، جودي ده جبل، يعني سمي
نسأل الله العفو والعافية. وبعض الناس ما هو مش عارف الاسم أصلا اللي هو مسميه، ما يعرفش معناه أصلا، بس هو لقى الناس بيقولوا الاسم ده، ده موضة دلوقتي. نسأل الله العفو والعافية. فيأتي إن شاء الله في المرة القادمة الكلام عن مسألة تسمية المولود والأحكام المتعلقة بذلك. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.